لازم نقعد نتصل نعم، بيه. يلا نحن مشينا لايف. هتعمل ريكوردينج في الكلاود ولا لوكال؟ ممكن طبعا نعمل في الكمبيوتر ولا في الكلاود، ما فرقت. طيب، ممتاز. هذا يوم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نلتقيكم في خميس جديد وفي ونسة جديدة وفي نجاح جديد، رغم المصاعب اللي بتعيشها بلادنا ورغم المحن ورغم الإحن، لكن مواصلين في المسيرة، مواصلين في الثورة، مواصلين في الحاجات في الطاقات الإيجابية. يعني لأنه يعني أنا في رأيي إنه المفروض ما في شيء بينقذ البلد دي إلا أي زول يشتغل في مجاله، يعني يبدع في مجاله. يعني الطبيب يبدع في طبه، المعلم الجامعي يبدع في التدريس، معلم الثانوي، يعني اي زول يعني يبدع في الحاجه هو القدر وليها ربنا سبحانه وتعالى. يعني بيقول لك انه ربنا ده لو فتح لك باب رزق الزمه. يعني فنحن باب رزقنا ده انه بس هو ننشر نحاول ننشر المعرفه. يعني فالليله طبعا ان شاء الله هنستضيف شخصيه جميله جدا، شخصيه مبدعه. لكن قبل ما اقدم لكم الشخصيه دي، يعني البرنامج ده يا جماعه بدا بفكره صغيره جدا جدا، يعني لكن الفكره دي لقت الناس اللي دعموها ولقت البذره الصالحه ولقت الناس اللي يعني طوالي بيجينا فيدباك، طوالي بيجي حتى دكتور انور قال لنا يا اخي بقت الونسه دي بقت براند. يعني ففي شباب يعني نذكرهم دائما بالخير هم خلف الكواليس. يعني عندنا استاذ هيثم الكاشف واستاذ ريم فيصل، باشمهندس احمد داوود، استاذ رقية المغربي، يعني دول كلهم شغالين خلف الكواليس. والشباب بتاعنا اللي بيصمموا البوسترات، باشمهندس دعاء، باشمهندس حسن النووي من الفاشر، فهذول كلهم يعني خلوا انه البرنامج ده يكون زخم جميل ويكون يوم الخميس ده. انا بالنسبه لي يعني منتظره بفارغ الصبر، يعني لانه تعلمت منه كثير جدا يعني، والحمد لله رب العالمين. طيب، الليله ان شاء الله يا جماعه هنستضيف دكتور محمد الحسن، عبد الله محمد الحسن. دكتور محمد الحسن يا جماعه هو طبيب خريج جامعه الجزيره، والان هو محاضر في التعليم الطبي في كلية الطب في جامعة ليمريك. وجامعة ليمريك هي واحدة من الجامعات المشهورة في جمهورية إيرلندا الجنوبية. والراجل ما شاء الله يعني رئيس مشارك لفريق عمل المزولية المجتمعية لكليات الطب. يعني عنده الزمالة في المملكة المتحدة، الزمالة في أستراليا، وعنده منشورات ضخمة جدا جدا. فأنا ما حتكلم عنه كثير، فنتعرف عليه عن قرب إن شاء الله وهو معانا. تفضل يا دكتور، ونشكرك كثيرا يعني الليلة اديتنا من وقتك، والدنيا لسه عن نص أسبوع عندكم، وشكلك جاي من الشغل وبتكون مرهق يعني، فاتفضل. شكرا جزيلا ياسين، وانا سعيد حقيقه بالوجود معاكم، وان شاء الله يعني فعلا نقدر نقدم للناس ممارسه تكون خفيفه وظريفه ويقدروا يستفيدوا منها ان شاء الله. الله يديك العافية يا دكتور، ونيابة عن أسرة مبادرة الباحثين السودانيين بنتقدم لك بأسمى آيات الشكر والتقدير، وإنكم يعني من علماء الطب اللي يشار لهم بالبنان، يعني على المستوى التعليم الطبي وعلى مستوى المستشفيات. يعني هسه قبل شويه كنا يعني اديتنا معلومه جميله جدا، فانه دكتور انور اول حاجه بنقول لك كفاره انه بنته يعني كسرت رجلها. فالدكتور بيقول انه العمر طالما العمر صغير، يعني زي الشجره لما تكون صغيره تكسر منها فرع بيكون لسه على الفرع موجود. يعني فدي معلومه استفدنا منها بس في دقيقه، ما شاء الله تبارك الله. طيب، منو دكتور محمد الحسن؟ دعني نتعرف عليك، والمدارس الابتدائيه والمتوسطه قريتها وين؟ ومعلمين يعني لحد الآن في الذاكرة. شكرا جزيلا ياسين. انا من الحسن عبد الله بن الحسن، اتولدت وقضيت الفتره الاولى من حياتي في مدينه الابيض في كردفان. درست الابتدائي في مدرسه الشرقيه الف الابتدائيه في الابيض، وبعد ذلك بحكم عمل الوالد انتقلنا للخرطوم. درست المتوسطة في مدرستين، الجزء الأول منها درسته في مدرسة كوبرا المتوسطة، وبعد ذاك مدرسة الصباب المتوسطة.
ثاني مشيت بحري الحكومية، مدرسة بحري الحكومية في خرطوم بحري، وبعد ذاك دخلت كلية طبيعة الجزيرة. من الكلية بعد ذاك طبعا طلعت بديت العمل كطبيب امتياز وخدمة وطنية. بعد ذاك اشتغلت فترة في وزارة الصحة نعم الاتحادية مدة سنة، وتاني انتقلت للتعليم العالي لكلية طبيعة الجزيرة، اشتغلت فيها من لحد 2009 في التعليم الطبي، وفي بديت كان في قسم الأطفال بالأول، تاني مع التعليم الطبي، وانتقلت للمملكة العربية السعودية كلية طبيعة جيزان، اشتغلت كنائب لرئيس وحدة التعليم الطبي كلية طبيعة جيزان، وتاني مشيت الإمارات اشتغلت في جامعة الشارقة كمدير لمركز تطوير التعليم الطبي في كلية الطب جامعة الشارقة، ومنها جيت هنا لأمريك نعم كسينيور ليكشرر في الميديكال نعم تعليم طبعا الطبي. في المحطات دي كلها طبعا مياه كثيرة مرت تحت الجسور زي ما بيقولوا. أكيد فنرجعك للأبيض، يعني الأبيض اللي هي عروس الرمال ومن المدن الجميلة يعني في السودان. ذكرياتك عنها شنو وانطباعك عنها لما انت كنت في الأبيض يا دكتور؟ والله. شوف الأبيض بالنسبة لنا كلنا، يعني أفتكر أي شخص سواء كان عاش في الأبيض أو تربى في الأبيض أو حتى مر بالأبيض بيكون عنده ليها ذكريات كثيرة، فما بالك بأنك أنت تكون اتولدت فيها. يعني أنا بقول لهم دائما إلى الآن أنا من أكثر الحتات اللي برتاح فيها هي الأبيض. الأبيض واحدة من الحاجات الجميلة فيها إنها لامة كل الناس، يعني أنت في المدرسة معك السودان كله قاعد معك في المدرسة، بتلقى الصباح في زول جاي بالرداء والقميص، كنا زمان الرداء والقميص، في زول بيجي لابس جلابية، في واحد تاني بيجي لابس سديري، والناس في الآخر كلها زي بعض. المدرسة كانت في حلتنا في الربع الثاني شريك تقريبا، لكن كان معانا ناس من ديفرنت أحياء في الأبيض. ومن الاشياء اللي انا ما انساها اللي هو المشوار الصباح بتاع المدرسه، الناس بتكون كلها ماشيه المدرسه وبتتوزع، يعني نحن بنطلع كلنا من بيجوا الناس اللي قبلنا بيلاقونا، نحن بنمشي لقدامنا، نحن بنمشي مدرستنا، جنبنا مدرسه الشرقيه باء، جنبنا مدرسه البنات، قدام لنا الاميريه المتوسطه، المبيضه الثانويه اولاد، فبتلقى الناس دي كلها الصباح، ما كان في حاجه اسمها الترحيل طبعا، الناس دي كلها ماشيه برجلينا، وفي الشارع ده بيكون في ونسه وبيكون في هزار وبيكون في مشاغله وبيكون في كل الحاجات. وانا افتكر دي من الحاجات الجميله اللي يعني علمت الزول كثير، يعني خلت الزول من الحاجات اكيد ساهمت في انه الزول يبني شخصيته. يعني من في الابيض برضو الواحد طبعا اصدقائه الى الان يعني مواصل معهم، الناس في اصدقاء الطفوله يعني، والمدرسة الواحد ما بينساها، الأساتذة اللي درسونا، أستاذ خلف الله شيخ الحلة ربنا الله يعني يرحمه، وده كان مدير المدرسة اللي أنا دخلت فيها أول حاجة، أستاذ أحمد مجد الدفاري برضه من الناس الواحد ما بينساهم، ففي ناس كتار جدا الواحد ما بينساهم. و يعني أفتكر إنه معظم الحاجات اللي خلت الواحد يعني الان اشتغل وكذا، لو بحثت بقى وراها بتلقى انه والله الابيض قاعده فيها، والى الان يعني اهلنا موجودين هناك، واتمنى انه الواحد ما ينقطع منا يعني. نعم طبعا طبعا كلام جميل جدا جدا. طبعا في اللي هي الايدنتيتي فورميشن اللي هي الواحد الشخصيه بتاعته بتتبني يعني على حسب البيئه اللي هو قاعد فيها وعلى حسب نسبه التعليم اللي كانت متاحه له. طيب في الوقت ذاك يا دكتور، كان هل في الحلم بتاع انك تدرس طب براودك، والله كان يعني الحاجه دي في الوقت ذاك لو رجعنا لك لورا والله يعني؟ شوف انا لو رجعت بي لورا بتلقاني ان انا ما حلمت بانه اكون اي حاجه غير دكتور، ما عارف السبب شنو. لكن وبرضه واحده من الحاجات الموجوده الان في المجتمع السوداني، مرات المجتمع هو بيقوم بيشوف انك والله مستواك كويس بيقوم بخدك يا دكتور يا مهندس. نعم فحتى في ناس من اهلنا كان من ما انا صغير بيقول لي يا دكتور،
اوكي. حتى لما دخلت كليه الطب عندنا واحد من اعمامنا قال يعني ما معناه نبوتي تحققت او كذا، لكن انا ما اتذكر انه انا كان في بالي حاجه غير انه اكون دكتور او اني ادخل كليه الطب. في فتره من الفترات كده لما بقيت بعد ثالثه ثانوي عالي، فجاه كده جاني هوس كده بتاع بيطره، ما عارف ليه، وبديت افكر في انه امشي بيطره وانه اخش كليه البيطره وما اعرف، لكن سرعان ما جيت راجع ثاني. يعني بعد ما طلعت النتيجه بتاعت الشهاده السودانيه طوالي جيت راجع ودخلت كليه الطب بجامعه الجزيره الحمد لله. نعم، ما شاء الله تبارك الله. طيب يا دكتور، النقلة من ال أنا طبعا سبحان الله في البرنامج ده يعني، والتحية لهم يعني، احنا أكثر من أكثر غرابة الـ40 شخص نحن استضفناهم، يعني علماء جلة، نساء سودانيات رائعات جدا جدا، يعني بنلقى فيه القاسم المشترك الترحال، لأنه الواحد قرا في حتة ومشى بعد ذاك اتنقل لحتة. وأنا في رأيي أنا شخصيا برأي إنه السودان ده في النهاية لو مشيت أي حتة بتلقاه هو سودان مصغر، يعني لو مشيت الجزيرة بتلقاها سودان مصغر، مشيت الغرب كردفان دارفور سودان مصغر، مشيت الشمالية سودان، مشيت الشرق سودان مصغر. فالنقلة من النقلة من من الأبيض للخرطوم شكلها كانت كيف؟ وانت قدرت يعني تتأقلم في الوضع في الخرطوم كيف؟ يعني زول جاي البندر والمحل الرئيس منوم الطيارة بتقوم يعني. والله وشوف النقلة كان نوعا ما يعني تدريجية، لأنه أبوي مشى قبلنا بشوية، فأثناء وجوده هناك أنا مشيت له مرة مرتين كده. بعد ذاك مشينا، لو مشينا ما كانت سهلة، لكن في نفس الوقت انا زول شويه كده بتاع بحب اللف يعني. فكنت اول ما وصلنا خرطوم وسكننا في كوبر، اتذكر كنت من الحاجات اللي بتكيف لها جدا انه اركب الباص واشوفه ماشي وين يعني، لكن شنو بجي راجع به ذاته عشان ما اروح. يعني ثانيا في حاجه برضو من الحاجات اللي ساعدتني جدا في انه انا اتاقلم على الخرطوم سريع، انا بحب اقرا اللافتات في الشارع. فانا بكون ماشي بقرا اللافتات، عارف سيركس ليان ما تعرف مين بتاع، فدي خلتني شويه كده اقوم اتعود على البلد واعرف الشوارع. ده شارع ما انا دخلته قبل يوم، اليوم ذاك ده الشارع اللي انا مشيت به اليوم ذاك وكده. برضو من الحاجات اللي كانت يعني جميله في الخرطوم، من الواحد برضو بدا يتعرف بناس. الكوبر مجتمع متماسك جدا، ومعظمهم بيعرفوا بعض من زمان، يعني معظمهم كانوا يقول لك والله جدودنا كانوا ما عارف شغالين في كافوري كمزارعين وكده. فبرضه دي واحده من الحاجات اللي خلت الواحد يعني يحس انه هو والله داخل في مجتمع، مع انهم هم مجتمع متماسك لكن ما كان بيرفض الزول اللي بيجيهم من برا. فبرضه الواحد قدر يخش فيهم ويعرف منهم ناس كتار ويتعرف بيهم وكده، فبرضه ساعدونا كثير في الواحد يستقر. عندنا اهلنا كثيرين موجودين في الخرطوم، كانوا برضه عندهم دور في انه الواحد يعرف البلد، لكن اكثر حاجه انا بالنسبه لي عرفت البلد اللفه الكثير غايته. فشكل اللف الكثير ده يا دكتور اثر عليك، يعني اشتغلت في السعوديه ومشيت قريت في وجيزان والامارات وايرلندا واستراليا وبريطانيا، يعني ما شاء الله، يعني فالحاجه دي شكله خلاص يعني بقت لا، انا يعني بحب اللف جدا وبحب السفر جدا، ومن الحاجات المعروفه انه ما بقعد كثير في حته، يعني دائما في سفر. فمره من المرات اضطريت اغير جوازي مرتين لانه اتملى. ودي برضه من بشغلنا، يعني في شغلنا يضطر نسافر كثير في المؤتمرات وكذا. صح. واحب السفر جدا، يعني حتى وانا صغير في السودان نحن كنا في الأبيض، لكن أبوي اشتغل على فترتين في الرهد وفي أم روابة، فبرضه كنا بنمشي طوالي ما بين الرهد وأم روابة، الأبيض الرهد الأبيض. لما الفترة اللي كنا فيها في أم روابة قبل في النص كده قبل ما أمشي الجامعة، أبوي رجع أم روابة تاني، لكن أنا وصلت في الخرطوم اللي قعدت في المدرسة. لأن كنت لما نمشي برضه كنت
بطلع على الغرة والحلال كثير، يعني ناس ابوي طالعين بطلع معاهم، جيراننا طالعين حتى ما اعرف الغبشه ودعشانا تندلتي، فبحب السفر ونوعا ما مقلق، يعني ما بحب اقعد في حته واحده. الكوفيد دي عذبتني عذاب شديد جدا. جميل. طيب يا دكتور، جيت المدارس في الخرطوم وتغلمت على الوضع في الخرطوم وكده يعني، فقريت اللي هو قلت قريت في كوبر مش كده؟ في كومر وبعد كوبر. كده في الوضعية. نعم. طيب في الفترة دي يعني المدارس، طبعا المدرسة بيكون لها دور كبير جدا في انه زول يمشي التخصص اللي هو عاجبه او يمشي يغير رأيه يعني، فدور المدرسة كان شنو بالنسبة لك يعني، وانت كان الحلم معاك يعني مواصل معاك انك انت تقرأ طب يعني لحد الثانوي العالي او لحد ثالثة، بعدك جاك شوية كده بتاع انك تمشي بيطرة وبعدك رجعت للطب. شوف المدارس طبعا بالتاكيد، يعني الواحد سواء كان في كوبر او في الصبابي الواحد كان عنده اصحابه زملائه، طوال كنا بنتناقش في انه والله انت حتبقى شنو، انا حابب شنو، انت انا حقرا كده، انا ما حقرا كده، وكان له دور كبير في انه والله كل واحد يغني على الثاني بانه والله يا اخي يا اما الحاجه اللي انت عاوزها دي كويسه او الحاجه اللي انت عاوزها كده غير رايك منها، او انه في ممكن تكون الحاجه دي بقت ظاهره كبيره في لما مشينا الثانوي العالي في بحري الحكوميه. في بحري الحكوميه، بحري الحكوميه مدرسه كبيره جدا، يعني مدرسه فيها 7 انهر، يعني فيها 7 اولى 7 ثانيه 7 ثالثه، فمدرسه ضخمه جدا، في عدد كبير جدا من الناس، عدد كبير جدا من الاساتذه. ونحن دخلنا بحري الحكوميه، وفي بحري من البدايه انت بتبدا الجمعيات تحت المدرسه، جمعيه الاحياء، جمعيه الفيزياء، جمعيه الكيمياء، فالجمعيات دي كان لها دور كبير جدا في انها تعرفك اكثر بالتخصصات. يعني مثلا انا كنت عضو في جمعيه الاحياء وكنت عضو في جمعيه الكيمياء. من وجودك في جمعيه الاحياء جمعيه الكيمياء تلقى روحك هو مايل على الحاجات اللي هي في الاخر عندها تخصص الاحياء، يا يعني اما مشيت على طب او صيدله او اسنان او 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 نعم. الناس اللي بيمشوا جمعية الفيزياء وجمعية الرياضيات دول هم الناس اللي بيكونوا والله عاوزين يمشوا على مجالات الهندسة أو. الناس اللي بيكونوا في جمعية التاريخ، جمعية الجغرافيا، ده ما معناها إنه والله كل الناس اللي دخلت جمعية الأحياء والكيمياء بقت دكاترة أو بقت صيادلة، لكن في الآخر دي بالتوجه بتاعك بيكون. الكلشر. أيوه كان بيكون من نشاط الجمعيات دي، مرات بيعملوا زي ايام كده معارض، بيقوموا بيجيبوا فيها ناس بيتكلموا عن التخصصات، بيتكلموا عن الكيمياء، عن الصيدله، عن فشويه شويه فعلا الواحد بدا يعرف، لحد ما طبعا خلصنا سنه ثانيه بيجي التوزيع. فانا اتذكر كان عندي يعني حسب الدرجات كان ممكن امشي رياضيات، كان ممكن امشي احياء، انا في بالي ماشي احياء ما عندي اي. فقام استاذ الاحياء ناداني قال لي حسن يا اخي انا والله رايي انك تمشي رياضيات. قال لي يا استاذ، قال لي والله يا اخي انت ما بتعرف ترسم، انا في الرسم الحمد لله منيح يعني. فقام قال لي انت ما بتعرف ترسم والاحياء دي محتاجه رسم، خصوصا انه في الامتحان كان في زي سؤال كامل معروف زمان اسمه رسمة الجرادة، بقول لك ارسم الجرادة واعمل اجزاء وكذا. قال لي انت عن حسن الرسمة دي السؤال ده انت هتضيع فيه. فيا اخي انا والله رايي انك تمشي رياضيات. والكلام انا اذكره الى الان، في شجرة كبيرة كده في بحر الحكومية، يقعدوا تحت الاساتذة قدام مكتب الوكيل. قلت له والله يا استاذ معلش، لكن انا همشي احياء. بحاول كده يا حسن امشي الرياضيات هناك، ما قلت له بس انا عرفت ماشي الاحياء دي، ماشي ماشي فصح، ما ماشي الرياضيات. فقام قال لي خلاص انا يعني نظام، انا كلمتك وطلعت نفسي من المسؤوليه يعني. ايوه بعدين زابطيو. بعدين انت والله لو ما دخلت الكليه الدائره دي انت يعني راجع. ايوه قلت له لا يا اخي شكرا لكن انا ماشي احياء. فقاموا رجعوا اسمي، هو الوقت ذاك لقيته حتى خدت اسمي في الرياضيات يعني. فقام شالوا اسمي رجعوه الفصل، حتى كان عملوا زي يعني اعادوا توزيع الفصول لانه كان في اللي هو الفصلين، كان عملهم 3 فصول بتاعت احياء،
فالحمد لله لما دخلنا هنا خلاص الواحد بقى عارف انه والله هو ممتحن احياء، معناه انت والمجموعه اللي كانت معانا في الفصل جزء كبير منهم يعني الان، في جزء منهم الان برضه اطباء زملائنا، وفي جزء مشى صيدله، وفي جزء مشى اسنان، وفي جزء برضه اخذ الكليات الثانيه يعني. نعم جميل. طيب امتحنتها، وطبعا اللي هي المرحلة بتاعت الشهادة السودانية دي باعتبار انها تخيل لي دي اكبر تيرنينج بوينت، يعني ممكن الزول منها يا حقق الحلم بتاعه يا مشى لحتة بعيدة جدا جدا. فالامتحانات كان شكلها كيف، وجو الامتحانات وبحر الحكومية، يعني مدرسة كبيرة جدا جدا يعني. والله شوف نحن امتحنا في سنة الامتحانات كان شكلها غريب جدا، يعني كان حصل فيها تغيير كبير جدا في شكل الامتحانات من غير ما يكلمونا، يعني نحن درسنا كده، وطبعا الناس كلها بتحل الامتحانات القديمة وعارفة شكل الأسئلة بتجي كيف، خشينا الامتحانات لقينا في أسئلة شكلها غريب جدا. أتذكر إلى الآن يعني امتحان الكيمياء، امتحان التربية الإسلامية، امتحان التربية الإسلامية بالتحديد ده كان فيه ثلاث ارباع الامتحان كان اسئله ما سمعنا بها قبل كده. حتى عندنا زملائنا في بعض المدارس كان جاء مدير المركز قال لهم الامتحان الاسئله اللي ما داخله المقرر ما تحلوها، في النهايه طبعا للاسف الشديد ما توفق يعني. الاحياء كان امتحان غريب، فيزيكس كل الامتحانات كانت امتحانات غريبه جدا. فبصراحه كنا بعد ما طلعنا من نهايه الامتحانات بقى اي زول فينا متخوف يعني، يعني انه نحن هل حتجيب نتيجه او ما حتجيب نتيجه يعني. والمهم فالحمد لله سبحانه وتعالى اتذكر لما طلعت النتيجه انا كنت في مروابه في البيت هناك، فالنتيجه طلعت فقمت سافرت جيت الخرطوم، طبعا الوقت ذاك لا في الفيسبوك لا في معارف بتاع، تركبت اجي المدرسه اشيل نتيجتك يعني. كان انا ما بعيد يا جماعه، كان سنه 92 فركبت جيت جيت الخرطوم من الموقف اللي كان في السوق الشعبي الخرطوم طوالي مشيت على بحر الحكوميه، وصلت على الساعه 3 3 ونص حاجه زي دي، لقيت خلاص المدرسه قفلت لكن في ناس قاعدين، فبسال من الناس يا جماعه فلان جاب كم؟ والله فلان جاب كذا، فلان جاب كم؟ فلان جاب كذا. فانا يعني صراحه احبطت وبقيت حاسس تماما ان انا حكون جبت نتيجه بسيطه، لانه في ناس كتار من الناس اللي معايا يعني نتائجهم ما كانت يعني ما كانت المتوقع ليها يعني. فمشيت ثاني يوم الصباح جيت المدرسه فلقيت النتيجه، فكنت جايب نسبه يعني في الوقت ذاك اللي هي انت بواحد بتاكل، النتائج كانت ما معروفه وما مفهومه، والله هاي النتيجه دي كبيره شديد نص في النص. قبل فتره واحد في معاكم في الوقت قام قال والله انت ما بتشوف السنه اللي فاتت الناس درجاتها وين او بتدخلها وين تقوم بتقدم، نحن ما سنتنا كانت الحاجه صعبه لانه نتائجنا كانت مختلفه تماما عن النتائج اللي قبلها. فالمهم شفت النتيجه جت تقديم، بدينا طبعا نتناقش نحن والناس يا جماعه والنتائج تودينا وين ما تودينا وين وكذا وبتاع، وقدمت طب الخرطوم، طب الجزيره، اسنان الخرطوم، صيدله، بيطره، قدمت الخمسه رغبات دي. بعد جات النتيجه الحمد لله واخذوني في طب الجزيره ومشيت، ودي طبعا كانت اللي هي يعني فعلا التيرنينج بوينت في حياه الواحد، لانه الجامعه وجامعه الجزيره بالتحديد يعني مختلفه تماما عن الـ عن الـ عن الحياه الثانيه يعني. طيب يا دكتور، قبل ما تقدم، قبل يعني لما انت قدمت كتبت جامعة الجزيرة، يعني كان تصورك لا شنو، ومشيت لقيتها كيف يعني؟ والله شوف انا اتذكر السؤال ده سالوني اليوم في المعاينه، قام الاستاذ اللي كان بيعمل لي في المعاينه بروفيسور حسن محمد احمد ربنا يرحمه توفى قبل قريب، الله يرحمه. وانا اتذكر كان المعاينه فيها هو بروفيسور حسن وفيها بروفيسور محمداني موجود ربنا يديه العافيه وبروفيسور محمد السنوسي، فقام سالني قال لي انت ليه دخلت طب الجزيره؟ فقمت قلت له والله يا اخي انا كتبت الخرطوم الجزيره ما شاء الله في الخرطوم جابوني الجزيره.
يعني صراحة ما كنت عارف أي حاجة، حتى الكلام اللي الناس عارفاه وبتقول عن قطب الجزيرة، عن إنه هو فيه طريقة بتاعة تدريس مختلفة، وكلام أنا ما سمعت به. وحتى مدني ذاته في حياتي ما مشيت إلا لما قبلوني، لا ما قبلوني، لما قبلوني في قطب الجزيرة يعني. فكانت بس زي ما بيقولوا تقدير ربنا سبحانه وتعالى، ومشيت عليهم. طيب، مشيت الجامعة وخلاص، دي حاجة جديدة، وزي ما بيقولوا يعني خلاص، يعني انت بعد ده بديت تتحرر وبديت تكون، يعني تكون شخصيتك وكده. انطباعك شنو لما وصلت الجامعة؟ يعني احنا زمان لما كنا نقرا في الابتدائي يقول لك يا اخي ديلك اولاد المتوسطة، ونحن نقول بيتين نمشي المتوسطة، الواحد عشان يلبس زي المدرسة بيتكلم انجليزي وكده. جينا المتوسطة لقينا مدرسة يعني فيها جليد وفيها انا، يعني مشينا الثانوي العالي برضه نفس الشيء يعني. فالانطباع كان شنو؟ انا لانه صراحه ما قريت في السودان، يعني ما قريت الجامعه في السودان، امتحنت شهاده سودانيه ومشيت قريت برا يعني. والله شوف، اول حاجه الجامعه، انا بالنسبه لي كانت اول حاجه مختلفه، انه انا ماشي لمجتمع جديد، يعني لمجتمع مدني، والناس بتسال يعني بتسمع عن مدني من زمان وعن الجزيره وهو لا. الحاجه اللي كانت مطمنه بالنسبه لي نوعا ما، في مجموعه كبيره انا بعرفها، كنا ماشيين كلنا مع بعض، يعني كلنا ماشيين الجزيره، فيهم مجموعة من أولاد الأبيض كانوا معي زمان في الأبيض، وفي مجموعة من الناس اللي كانت معي في البحرية الحكومية، فكنا ماشيين كلنا في مختلف الكليات. فلما مشينا مدني بالأول، قبل ما تفتح الجامعة، معي ابن عمنا هيثم سعد اللي هو دفعتي، سافرنا أنا وهو مدني، قلنا طب مثلا نمشي نشوف الحاصل، نشوف مدني دي الحاصل فيها شنو يعني. فمشينا الجامعه، كان بالنسبه طبعا يعني حاجه كده زي ما بيقولوا يعني خلعه كده، يعني دي الجامعه اللي بيقولوها يعني. الناس كده مشينا عملنا معرفه الكشف الطبي. لما جينا الجامعه اول يوم، نزلنا في اغسطس، مطر رهيب جدا. جينا خاشين مدني، كنا بنسمع زمان عن مطر مدني وعن الشكل بتاعه، فاستقبلتنا بمطره كانت اوريدي قبلنا، فكانت الشوارع صعبه جدا. خشينا، من الحاجات اللي كانت جميله جدا، لقينا كل ناس بلد او كل ناس اقليم عاملين الخيمه بتاعتهم. ففتشنا طبعا الخيمه بتاع نصر الابيض وين، برغم ان انا جاي من الخرطوم، لكن طبعا فتشنا الخيمه بتاع الحنين الحنين للأبيض، نعم. فتشنا الخيمه حقت ناصر مبيد وين، ومشينا ويعني ورونا تعمل شنو كده. اكثر حاجه بتخليك يعني الشكل متغير في جامعه الجزيره، انه اول كورس في كليه الطب، تجي بطوالب بيخلوه بيعملوكم كمجموعه مع بعض جروب، بيخلوكم تمشوا تشتغلوا 10 يوم في مكان خارج الجامعه. فما بتحس انه والله دي الجامعه اللي هي فيها محاضرات ومن الصباح للمساء، او ظن بعد ذلك بتبقى كده، لكن بتحس انه والله فيها شكل غريب شوي. يعني انا اتذكر يقول لك والله يمشي المكان الفلاني شوف علاقته بالصحه شنو. ف دي الحاجه الاولى فيها بتخليك انه والله انه بتمشي تطلع برا الجامعه، بتعرف البلد لانه بتضطر تركب مواصلات، تجي معارف، بتبدا تعرف ناس مجموعتك اللي معك طوالي، ودي بتكون اريح كثير من انك انت عاوز تعرف في الدفعه كلها الناس اللي معك منهم. من الحاجات اللي كانت خلتنا طوالي نفكر، لانه ودونا اماكن، احنا خشين كل الطب بتعرف انه والله انت يفترض يكون عندك سماعه وتشوف العيانين، فجاه كده يقوم يودوك يقول لك كده امشي شوف لنا السلخانه على قطب الصحه شنو. انه والله ما عارف امشي محل هيئه توفير المياه، تقعد فيها اسبوع تعرف علاقتي بالصحه شنو. فدي صراحه غيرت مفهومنا تماما لشكل الطب ولشكل دراسه الطب. وعرفنا بعد ذاك انه السيستم بتاع الجامعه، طبعا كان كلمونا عنه انه السيستم بتاع الجامعه عشان السيستم مختلف وفيه طريقه تدريس مختلفه، وافتكر دي بعد ذاك شكلت حياتنا كلها. يعني مهما
ما كنت انت من عندك يعني تجارب اكسبيرينس بيفور خلت تشكل حياتك. جامعة الجزيرة أنا بالنسبة لي وأفتكر لناس كتار جدا من قرينا بجامعة الجزيرة بتغير شكل حياتك تماما، سواء كان المنهج اللي أنت درسته أو الطريقة بتاعت الحياة اللي بتعيشها في الجامعة مع زملائك ومع أصحابك ومع كده. طيب ده كلام جميل جدا جدا، وشكرا يا جماعه الناس المتابعين لنا في الفيسبوك ومعانا هنا في الزوم، واكيد بنديكم الناس اللي في الفيسبوك بدوا يزعلون، احنا هنديكم الفرصه بعدين يعني اخر نص ساعه في الونسه بنديكم الفرصه انه نطرح اسئلتكم على الدكتور. طيب يا دكتور، لو يعني القبول وانه الخيمه والحاجه دي يعني دي حاجات جميله جدا جدا، طيب لو انت يعني في حاجه كنت بتتمنى تتعمل بالذات في الفتره بتاعت الفتره بتاعت الناس اول ما جو داخلين الجامعه وكده، الواحد بيكون راسه دايش وبيكون في حاجات كثيره غايبه عنه، لو انت اتيحت لك الفرصه وانك انت تقدم نصيحه او تعمل خدمه تريح الطلاب دي، كنت هتعمل شنو؟ والله افتكر من اهم الحاجات اللي احنا كنا فاقدينها وافتكر الى الان الى حد ما مفقوده في السودان، انه انت بتختار الكليه سماعيا، يعني يا الطب الهندسه الاسنان، يعني في كاتيجورايزيشن كده بتاع كليات وتخصصات من بدري انت عارفه هو اللي يفترض انت تمشيه، او بعد ذاك بتيجي زي ما بعد ذاك طبعا جات الان مثلا كليات الكمبيوتر ومين ومين ومين، الاشياء دي برضو خلت الناس تقول والله دي زي موضه. انا افتكر انه واحده من الحاجات اللي يفترض تتعمل في المدارس انه كيف الطلاب يختاروا تخصصهم وليه يختاروا تخصصهم، ودي تكون مربوطة مثلا بمستقبل الجوبس، مستقبل العمل، سوق العمل، مستقبل البلد ذاته لو كان في استراتيجيك بلان للبلد. لكن الآن حتى مع الجلوباليزيشن ومع العولمة ما بالضرورة تتقيد فقط بالبلد إن كان هي أولوية، لكن واحدة من المشاكل اللي بفتكر إنه الناس نحن قابلناها والناس اللي أسود قابلها، إنه نحن اختيار للتخصص بيكون فيه نوع من العمل الاجتماعي نوعا ما، let me say. أنت بتختار يا إما بوشي من المجتمع إنك لازم تكون دكتور أو مهندس أو صيدلي أو 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 أو، يعني أنت في رانكين كده بتمشي عليه، يا إما بتشوف والله الناس مشت وين، لكن ما بكون في استراتيجيك بلان ليه، لانه المناهج في المدارس نفسها او حتى ما في جايدنس او ارشاد للطلاب في المدارس، في انه لما حتى بعد ما تخلص المدرسه وتجي في مكتب القبول بتلقى انه الاستشاره الاساسيه بتجي من الاسره، مع يس مع احترامنا للاسره ولا شيء، لكن في بعض الاشياء يفترض يكون في كونسلرز او استشاريين او نعم يعني مكتب القبول ما هو يكون مكتب بتاع انه والله دي الاستمارات املوها جيبوها لايران، لازم يكون عندهم دور اكبر من كده، يعني يعني ناس مبني دورهم على بوليس خطط سنتر البلد، بس. يعني مبني على خطط البلد، مبني على خطط على خطط الجامعات، مبني على ميولك انت نفسك، يعني انت كطالب انت ميولك على اي اتجاه يعني. طيب يا دكتور، ده كلام جميل جدا جدا. طيب قبل انا ما امشي لك للمحطه اللي بعدها، هل انه كليات الطب او الخريجين بتاعين الطب اكتر من حاجه الدوله عندنا في السودان؟ لو جيت مسكت الحوجة الدولة كناس، لأنه في زي نسبة يفترض تكون بين عدد الأطباء لعدد السكان بنسب عالمية، لو مسكتها بالنسبة دي بالتأكيد لا، بالتأكيد نحن محتاجين لأطباء أكثر من حتى اللي بيتخرجوا. لكن المشاكل اللي عندنا إنه هل وزارة الصحة قادرة إنها تعين الأطباء اللي بتخرجوا؟ المشكلة الثانية إنه
هل كل الأماكن في السودان فيها خدمات صحية؟ يعني مثلا في ولايات ما يكون فيها عدد كافي من المستشفيات اللي تستقبل الناس، هل الأماكن اللي فيها خدمات صحية، مستشفيات أو مراكز صحية، هل هي قادرة لأنها توفر للطبيب اللي بيجي ده سكن كويس ومقومات حياة؟ والحاجة الثالثة إنه الكارير بتاع الطبيب هل قادر إنه يعمله في السودان أو لا بحكم الظروف؟ فلو جيت أنت لو قلت والله تطليقة كده إنه هل خريجين كفاية؟ لا هم ما كفاية بالنسبة العالمية للطبيب لكل كم من السكان، نعم لكن بظروف السودان بظروف الوزارة بتلقى الآن الأطباء بيتخرجوا وما بيتعينوا، يعني بيقعدوا سنة وسنتين وكده. نحن لما تخرجنا اتعيننا بفترة، يعني حتى دفعتنا اتقسمت، فينا ناس اتعينوا بفترة بسيطة بعد ما تخرجنا، وفي ناس اتعينوا بعدنا، نحن حكوا اتعيننا في الدفعة الأولى، بعدنا تعينوا بستة وسبعة شهور، وبدأت الناس تتخرج والوزارة ما تعينه، وبيحصل بعد ذاك ال 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 زي أقول شنو؟ الاكيوميليشن، التجمع بتاع ايوه ممكن تكدس. تكدس. طيب يا دكتور، نرجع تاني لكلية الطب. مشيت ودوك السلخانة ولا ودوك هيئة توفير المياه؟ انا كنت كويس، انا مشيت ودوني المعمل اوكي. بتاع علم الامراض، لكن برضو كان بالنسبه لي حاجه غريبه، يعني انا الموضوع ده، يعني المعمل ده كان فهمنا ليه ونحن داخلين انه الحته بتاعت ناس المختبرات بدل ما حقنا نحن، يعني بعدين اكتشفنا لا، انه احنا ذاتنا عندنا ماده كامله بندرسها في الطب، وانه حتى في اطباء ممكن يتخصصوا في علم الباثولوجي فبقول لك انه نحن ما بنكون عارفين عن التخصص بصوره كبيره لما نختاره، بنكون عارفين الحاجه الكبيره اللي بيبرا، لكن الديتيلز اللي جوا ما بنكون عارفينها. نعم. طيب نمشي لك من الجانب الأكاديمي، الداخليات يعني شكلها كيف؟ وبعد ذاك الناس يعني بدأت، يعني أنا من أجمل الفترات اللي عشتها في السودان في الثانوي العالي قريت في داخلية، فكانت جميلة رائعة جدا جدا. أنت بتلاقي ناس من مختلف البيئات، ناس من مختلف مناطق السودان، بعد ذاك بيحصل يعني صحبة بيناتكم كده، يعني بتكون حاجة كده ما عادية يعني. فشكلها كيف كانت الداخلية في الوقت ذاك؟ والله شوف، الداخليه طبعا احنا لما جينا دخلنا جامعه الجزيره كان حصل تغيير كبير جدا في الجامعه، في العدد بتاع الناس اللي بيقبلوهم لكليه الطب وحتى للجامعه كلها، من عدد بسيط جدا اللي كان في زياده كبيره جدا جدا في القبول، فالشكل بتاع الداخليات اتدهور جدا، وبقينا ساكنين في داخليات يعني عنابر طويله كده زحمه جدا جدا. فبعد شويه بدات الناس زي يقولوا تصرفات فرديه كده، الناس بدات تاجر بيوت براها كده وتسكن فيها كله 10 15 نفر على 7 انفار على حسب حجم البيت على حسب. لكن الحاجه الجميله في جامعه الجزيره انه ممكن اقول لك 95% من الناس، عدد كبير جدا من الناس هم ما من مدني. فنحن بالنسبه لنا سواء كان داخليه او بيت او قاعد مع اهلك، انت بتمشي زول نوم بس، تكون قاعد في الجامعه من الصباح لحد بالليل، لحد 9 10 بالليل حتى بتمشي الوقت، فحياتك كلها في الجامعه، فالناس دي اللي انت بتقابلهم بتعرفهم وبتتعامل معاهم في كل اليوم، ما فرقت انك والله هل قاعد في الداخليه ولا ما قاعد في الداخليه، حتى الناس اللي كانوا ساكنين في مدن زادهم جزء كبير منهم كان والله عايش معانا في الجامعه، والبرنامج ثابت، يعني تلقى الناس مشت المحاضرات جات راجعه فترت مع بعض محاضره الظهر رجعت، الناس تمشي ترتاح شويه، الناس بتكون موجوده مشت المكتبه قرت، بعد المكتبه بتقفل الساعه 8 الناس كلها يمشوا بيقعدوا في محلات كده الناس تشرب فيها شاي، الناس بتتوزع،
فهناك انت بتعرف كل الناس، بتلاقي كل الناس، الزول اللي عنده مشكله معروف، العيان معروف، اللي بيغيب لاي سبب معروف. فكان العلاقه بين الناس قويه والى الان يعني. والعلاقه بين الناس يعني الجزيره مميزه يعني. الان انت لو مجرد ما عرفت انه الشخص ده خريج جامعه الجزيره، طوالي بتحس انه في بيناتكم الفه كده. واذا انك انت قابلته في الجامعه، ما قابلته في الجامعه، قبلك بعدك، مباشره بتلقى الناس يعني بقى في نوع من الالفه بيناتهم. ودي حتى كاد عامله لنا مشاكل لما كنا في المستشفيات في الشغل. يقول لك انتوا ناس جامعه الجزيره، مما تلقوا بعض بتنسوا الناس الباقين. الدم اسمع الدم بحن. بالضبط كده. ايوه طيب، ده كلام جميل جدا جدا. طيب يا دكتور، خلاص يعني بديتوا اتأقلمتوا على خلاص الايس بريكنج، الفتره البدايه، والواحد خلاص اتأقلم على الجو الجامعه وكده. الجو السياسي كان شكله كيف، وكان تأثيره شنو على الاكاديميات يعني؟ والله طبعا نحن دخلنا الجامعة في 93، فكان كان الاتحاد يعني على الجزيرة الوقت ده، كل الاتحاد الوحيد اللي كان ضد الكيزان يعني، ضد الحكومة. ف شوية كده بدينا في 94، بدأت في أول مرة نشوف مظاهرات يعني، مظاهرات وجوطة واو. وقام الاتحاد يتحلى، وحلوا الاتحاد كان، وبقى ما في شغل في الاتحاد. لكن استيل الشغل في الجزيرة السياسي كان لفترة كده، كان موقف بالمسائل الأمنية، تاني فتحوه. فكان في كمية من النشاط السياسي في الجامعة. الحاجة الجميلة في الجامعة إنه السياسة مفرق الناس بالتأكيد للأسف الشديد، لكن برضو إلى حد كبير برضو الناس كانت نوعا ما، بحكم إنها موجودة في الجامعة، في بعض الناس كانوا زي يقولوا شنو مرتفعين عن الحاجة دي. والله برأيي إحنا مختلفين سياسيا لكن مع بعض كويسين. لكن برضو للأسف طبعا كان في نوع من الفرقة كده بين بعض الناس. في كلية الطب كل ما أنت تنغمس في السياسة، نحن كنا شغالين بإنه الامتحانات يعني سبجكت باي سبجكت، ماده باي ماده، فبتلقى كل 3 يوم 4 يوم انت عندك امتحان، او مش 4 يوم، كل 3 اسابيع 4 اسابيع عندك امتحان. عندك امتحان، نعم. فانت تقوم تكون ماشي كده، فجاه كده قلت والله الامتحان قرب، تقوم تمشي بعدها خلاص، بعدها الموضوع يقول لك صعب. تجي تحاول تاني، تجي راجع تشوف الدنيا اللي حاصل فيها شنو. المشاكل السياسيه على الجزيره كانت كثيره يعني، حصلت كم يعني احداث كبيره في الجامعه كان لها تاثير في علاقه الناس ببعض، وفي علاقه الناس بمدني وكذا يعني. نعم. طيب يا دكتور، السنوات بتاعت الجامعة بتمر يعني، تخليه بتمر سريع جدا يعني. الجانب الثقافي، طيب قبل ما نمشي نختم المرحلة بتاعت الجامعة دي، الجو الثقافي كان كيف؟ ومدني طبعا معروف، ومدينة الفن والجمال وكذا يعني. طبعا يعني هي المدني كان فيها نشاطات ثقافيه كثيره جدا. الجامعه لما اتفتح في قبل ما يتقفل النشاط، كان برضو فيها كميه من الندوات، كميه من العمل الثقافي. بعد ما اتفتح النشاط برضو بقى موجود. نحن في كليه الطب كان مرات بيعيبوا علينا اننا ما بنشارك كثير في الحاجات دي، او ما بنكون يعني بحكم الضغط الاكاديمي ما بنكون طوالي فيها. لكن طبعا كنا بنتابع، انا بالذات كنا بنتابع الشغل بيكون في النشاشيبه. في الناس النشاشيبه شويه عندهم براح، لانهم كان امتحاناتهم النشاشيبه دي اللي هي جامعه الجزيره عندها في مدني، عندها فرعين كبار اللي هو نعم. كل الطفل الاعداديه في مدني جوه، النشاشيبه دي في اداره الجامعه، فيها باقي الكليات ما عدا التربيه اللي هي مشت حنتوبه الوقت ده بعد في الاخر. ف في النشاشيبه كان في نشاط كبير، فكل ما نقدر نلقى فرع كنا بنمشي. كان في دار النادي الثقافي في مدني، بيحصل فيه بعض النشاطات. اول ما وصلنا نادي الجزيره كان مفتوح، كان بيكون فيه بعض النشاطات لكن للاسف اتقفل.
والمسرح بتاع الجزيره. فدي دي الحتات اللي كان الناس بتلقى فيها، بتيجي تلقى الاعلانات موجوده في الجامعه طوالي، والله في المكان الفلاني، الحته الفلانيه، الندوه الفلانيه، الحفله الفلانيه، فالناس كانت بتمشي يعني. نعم. طيب يا دكتور، نجي ماشيين في الخلاص يعني انه على اعتاب التخرج من الجامعه، وبعدك برضو ممكن الايدنتيتي فورميشن بدات تتشكل اكتر، يعني خلاص الواحد بدا يمكن يكون حتى قرر انه هو هيتخصص شنو يعني. والله شوف، انا طبعا حصل لي تشينج كبير جدا وانا داخل الجامعه. زي ما قلت لك، السيستم بتاع جامعه الجزيره بيخلق فيك شكل مختلف لتفكيرك عن الطب وعن عن وظيفتك في المجتمع والى اخره. يعني انت عندك جزء من المنهج حقك بتقضيه في انك بتمشي تكون قاعد في قرى، تقضي قرية معينة تستمر فيها كم سنتين على مدى 3 سنوات. تمشي تقعد في مستشفى ريفي ما عارف شهر كامل، عندك قرية، عندك أسرة في مدني بتتابعهم على مدى 3 سنوات، تمشي لهم كل أسبوعين تشوف الوضع الصحي بتاعهم. فشكل الطب شوية كده بيبدأ مختلف، ده ما بيخلي فيك التخصصات اللي أنت كبيرة، أطفال، الباطنية، المعنية. أنا واحدة من الحاجات اللي حصلت لي بديت أفكر في التعليم الطبي وأنا في الكلية، وده عنده قصة. يعني أنا أتذكر كنت رئيس الجمعية العلمية الطبية في الجامعة، فقاموا دعوني في مركز تطوير التعليم الطبي لاجتماع. مشيت لقيت الاجتماع فيه أستاذنا بروفيسور بشير أحمد، ربنا يديه العافية، هو المؤسس للطب على الجزيره، ويعتبر ابو التعليم الطبي يعني في السودان وفي الوطن العربي. نعم. في بروفيسور عون احمد مرغني، في بروفيسور محيد محمداني، بروفيسور السنوسي موجودين، وكانوا بيخططوا لكورس لتدريب الاساتذه. انا قلت لك خلعت، اصلا كنت افتكر الاستاذ ده حاجه كده من ربنا منزلك استاذ يعني. كيف الاستاذ ده يدربوه يدرس كيف يعني؟ فبقيت قاعد في الاجتماع ده وكنت يد مخلوع يعني، حتى كنت الكلام بقول انا كنت زي ما رحت الترابيزه، البروفيسور بشير يتكلم يتكلم ما فتحت خشمي نهائي. الاجتماع ده انا اذكر الى الان كان في مركز تطوير التعليم الطبي، كان في الاعداديه في الطابق التحت بتاع ابو الهول، المبنى بتاع الكليه. و كان يوم ثلاثة. فالمهم بقيت قاعد كده مخلوع، الناس تقول شنو يعني بيتكلموا عن انه الامتحان ويعملوه كيف وانه في قواعد الامتحان خلصوا الاجتماع، قالوا خلاص يا جماعة نتلاقى يوم الثلاثة الجاية. بروفيسور بشير كان راجع الخرطوم ويجي الثلاثة الجاية. فأنا طلعت من المكان ذاك يعني حسيت انه أنا جاهل يعني، الكلام كده بالنسبه لي كان غريب يعني. فطلعت من المكتب، مشيت المكتبه نعم مشيت المكتبه بقيت افتش في الكتب الموجوده في المكتبه وفي المجلات، فلقيت في سكشن كامل فيه مجله اسمها ميديكال اديوكيشن، المجله فيه روح اسمها ميديكال اديوكيشن، لقيت في كتب حقت ميديكال اديوكيشن. طوالي جريت لي منها كم واحده وقعدت اقرا 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 اقرا، لقيت الموضوع ده ظريف يعني، في كلام جميل يعني. اليوم ذاك بقيت انه كل يوم انا بجي على اساس انه اقرا في المجلات دي. وهم قاموا قالوا نحن حنناقش الاسبوع الجاي امتحان الاورال. امتحان الاورال ده بالنسبه لنا في الطب يعني كابوس، اللي هو انت بيجوا بيسالوه، بيكون في عيان وبيبدوا يسالوه شفوي لدى السيد، وده كان عنده تفاصيل وعنده طقوس وكده يعني، طريقه اللبس فيه بتختلف، طريقه الكلام بتختلف. لقيت انه والله في ارتكلز موجوده في المجلات دي عن الاورال. جبت لي ورقه وقلم وجيت الخص واكتب واقرا. لما مشيت الثلاثه الجاي الاجتماع الجاي مشيت وانا جاهز باوراقي، ما قعدت اتلفت. بعد الموضوع عجبني صراحه،
بيجين انا واحده من الحاجات الراتبه عندي كل يوم انا بمشي بقرا في التعليم الطبي، وده خلى انه يعني حتى قبل ما اتخرج بقيت في بعض لما يعملوا تدريب للاساتذه بقيت انا ذاتي بدرب مع الناس، يعني بدوني جزء من سيشن، مرات بدوني سيشن معي بعض الزملاء الثانيين، دكتور معتز زرابي، دكتور امام، كنا مع بعض، لكن انا شويه كده قمت هم و... ف لكن طبعا الى الان الطريقه بتاع تفكيرنا في انك انت لازم تتخصص واحد من التخصصات المعروفه في الطب. وكنت بشوف انه الناس يعني مثلا زي بروفيسور السنوسي هو في الاوبسان جايني وعامل تعليم طبي، بروفيسور حسن محمد احمد ربنا يرحمه في البيدياتريكس وعامل تعليم طبي، بروفيسور روح المرغني في الاوبسان جايني، فكان عندي الفهم بتاع انه انت والله ممكن تمشيهم الاثنين مع بعض، لكن ديفينتلي وكل الناس بتعرفني جواي كده تمايل على التعليم الطبي اكثر من الثاني يعني. فحتى لو عملت طلعت من الكلية وأخذوني في الكلية في قسم الأطفال، مع إنه أخذت قعدت في التدريب وكذا، لكن أي زول كان بيعرفني إنه أنا على حسب بتاع التعليم الطبي يعني. لحد ما جات لحظة قدرت أخذ القرار، وما كان قرار سهل، في إنه أنا والله أوقف التعليم، أوقف الأطفال وأوقف التعليم الطبي بس، ودي ما كانت حاجة سهلة يعني. طيب فعلا هي طبعا قرار زي ده قرار، وممكن الحاجة دي تكون ما كثيرة في السودان، صح التعليم الطبي دي؟ والله شوف الان بقت الوضع يعني الان في بقت وقتها نعم، لكن في وقتها لا، في وقتها كان الناس اللي هم بيشتغلوا في التعليم الطبي وبسيطين، وفي الناس ديل اللي هم الناس اللي كانوا عندهم كواليفيكيشن سواء كان ماسترز في الماد في التعليم الطبي بسيطين جدا، واللي عندهم بي اتش دي في التعليم الطبي كانوا اثنين تقريبا، والاثنين كان فيهم واحد في السودان واحد برا السودان، فكانت يعني ما مقنعه، حتى لما انا اتذكر جيت في الكليه وكده وقلت يا جماعه انا خلاص حوقف الاطفال وانا حعمل ميديكال اديوكيشن، ما اعتقد انه في زول وافقني يعني. يعني حتى سواء كان لا على مستوى الاسره يعني ناس ابوي وامي وكذا، وما كان الموضوع ما كان بالنسبه لهم مقنع، زوجتي الموضوع بالنسبه لها ما كان مقنع، ففي ناس بسيطين يعني كانوا ساعدوني او ساندوني، اي والله يا حسن انت اصلا شكلك ماشي على الحاجات دي من زمان وكذا وربنا يوفقك، وفي ناس كانوا ضدي تماما ودائما بيقول لي لا ما ممكن تبقى في التعليم الطبي بس وكذا، لكن انا جو يعني حتى الفتره كنت فيها في البيدياتريكس ما بقول لهم ما حصل يوم حلمت بانه انا شغال في مستشفى وعندي وحده وعندي دكاتره شغالين، دائما كان تفكيري انه انا قاعد في التعليم الطبي، حتى ذكر في نقاش مع العميد الوقت ذاك بروز على الحبور ربنا يديه العافيه، قام قال لي لا وما ممكن، قلت له بروف انت العميد وانت رئيس قسم الاطفال وكذا، قلت له حصل يوم شفت لي في الديبارتمنت اوف بيدياتريكس، قال لي لا انا شغال في الكليه قلت له لي 3 سنوات انا حصل الديبارتمنت دي جيت مره او مرتين يعني في كاوفيس يعني، لكن انا وقتي كله قاعد في المركز بتاع التعليم الطبي يعني، فاستخرت وتوكلت والحمد لله وشكر لله. وكان القرار الصحيح مش كده؟ والله طبعا يعني انا بالنسبه لي الان يعني بالتاكيد هو القرار الصحيح، لانه اول حاجه يعني الواحد الحمد لله استخار ربنا سبحانه وتعالى، الواحد مشى فيه، ما الواحد ما بينكر انه والله بعض الاحيان كده بيجيك احساس انه يا اخي ما نحن ما الطب ده برضه مرسوم يعني وكذا، انت كيف تكون بعيد منه، لكن الحاجه الجميله في التعليم الطبي انه بيخليك ستيل حتى بتتعرف على باقي التخصصات، لانه انت لما تيجي تتكلم عن انه والله كيف تدرس الطب
يعني لازم انت والله تعرف باقي التخصصات، هي ذاتها بتدرس كيف وهم دايرين يصلوا لشنو والاخر. فالحمد لله سبحانه وتعالى، واتمنى انه ربنا يوفقنا فيها يعني. الله اللهم امين. طيب ده كلام كويس جدا جدا يعني. طيب يا دكتور، بعد ذاك انتقلت خلاص مسكت الشهادات وعملت الخدمه الوطنيه والله، دي عملتها زمان. عملتها يعني زمان قصدي والله، عملتها قبل الجامعه ولا بعد؟ هي بيعملها 200 زادوا. لا المهم لا لا بعد لا، ذاك نحن في الطب بتعمل الامتياز بعد تعمل الخدمه الوطنيه. اوكي تمام. طيب الامتياز عملته في مدني ذاته ولا عملته في حته ثانيه؟ لا، عملت في الخرطوم وفي مدني. طيب ال ال في ال الخرطوم معظم طبعا دي حاجه انا ما عارف، دي تخليه حاجه فينا احنا كلنا سودانيين. طوالي الواحد مجرد ما يصل مرحله معينه هي طوالي يفكر انه يهاجر، يفكر انه يخترب، يفكر انه يهاجر، لو قرا لو ما قرا طوالي الهاجس بتاع انه والله يا اخي يمشي يهاجر دي او يمشي يخترب دي طوالي، يعني كانه بي 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 بنتفطم عليها والله. الحاصل شنو؟ الهجرة في الوقت ده، أول هجرة كانت بالنسبة لك شنو أول اختراب يا دكتور؟ شوف والله يا ياسين، اقول لك يعني انا لما جيت وقلت للناس انا مسافر، معظم الناس اللي بتعرفني استغربت، لانه انا كنت من بدري بقول للناس انا اصلا ما قاعد في البلد. لكن يعني مرات كثيره لما تيجي ترفلك كده في حياتك، بتحس انه امورك ربنا مرتبه لك بطريقه معينه، يعني نعم وزر انك دايره او ما دايره، فكرت فيها او ما فكرت فيها. يعني مثلا لما جيت مشيت السعوديه، ابدا انا ما كنت مفكر اني امشي السعوديه ولا اي حاجه، او حتى ما مفكر اني اطلع من البلد. كنت مفكر اني اطلع والله عشان اقرا واجي راجع، لكن اشتغل ما كنت مفكر فيها. فمره كنت في مصر، جيت راجع من مصر، كنت مشيت لشغل، جيت راجع لقيت انه جاتني انفيتيشن من مدينة الملك فهد الطبية في الرياض، لمؤتمر في التعليم الطبي، وإنهم هم أنا كان قدمت بيبر معين، إنه هم والله أخذوها، وكمان قرروا إنه يدوني يعني يتكفلوا بكل النفقات حقتها. فذكر مشيت لبروف عثمان طه العميد، قام قال لي أنت سافر؟ قلت لا بروف أسافر كيف يعني، الموضوع ده باقي له كله 3 يوم ولا 4 يوم، الموضوع داير فيزا والى اخره. فقام قال لي لا لازم تسافر، طالما يعني قام تواصل مع السفاره السعوديه، كان في علاقه ما بين الجامعه والسفاره السعوديه، قام تواصل مع السفاره السعوديه، قام وقال له يا اخي الدكتور ده لو وصل لنا جواز بكره 8 صباحا بندي الفيزا، غير كده ما في طريقه. الكلام ده كان على الساعه 4 عصر something like this، وانا في مدني وكنت يا دوب جاي من الخرطوم. فالمهم لقيت واحد زميلنا شغال معنا في الجامعه، قال لي خليني اودي لك الجواز. فعلا وداه واخذت الفيزا وسافرت. وانا في المؤتمر قابلني دكتور ابراهيم باني، سلم علي، قام قال لي الحسن يا اخي نحن والله ما كنت بعرفه، قال لي والله احنا بنفتش فيك، تشوف هنا اللي هو احنا عندنا ديبارتمنت بتاع الميديكال اديوكيشن في جيزان وعاوزينك تجينا يعني، والعميد موجود انا داري قابلك. خلاص قابله يعني، ما هم ديل يعني. سلمت عليه دكتور حسين، قام قال لي يا اخي انا والله عرفت انك شغال في جزيره وكده وسمعت بيك وانا عاوزك تجينا. ما فكرت، قام قال لي يا اخي ارسل لي السي في بتاعتك. قعدت اضحك، ف حتى في الكمبيوتر كده دخلت رسلت له السي في وانتهينا يعني. لي زميلي ابراهيم جناوي كلمته، قال لي يا اخي اي مالو كان داير تجي وما يعني، بالتاكيد كان في نقاش الوقت ذاك، يا اخي اطلع ما اطلع، لا تقعد ما تقعد، لكن جواي ما داير اطلع. ونسيت الموضوع على كده. بعد بفتره طويله وما في حاجه حصلت يعني، بعد بفتره طويله انا كنت في امريكا، فقام اتصل علي زميلنا ابراهيم، قام قال لي يا اخي انت ليه ما تواصلت مع ابراهيم، مع دكتور ابراهيم باني ثاني؟ قال لي انا ما عندي شيء. قال لي لا الزول ده بيفتش فيك، بس قلت له، قام قال لي يا اخي نحن طلعنا لك جات
جاتك يعني موافقة وتجي. فبديت أفكر إنه والله أمشي ما أمشي، يعني بينك كان الوقت ذاك الظروف بتقول أمشي يعني. يعني قاعد في مدني شغال، بديت شوية كده الالتزامات بدأت تكتر معاك، قلت خلاص ليت مي جو يعني، مش هجرب يعني. فطبعا كالعادة كل الناس انه والله انا ماشي كم سنة واجي راجع يعني، ده كان. فذكر دكتور محمد سروسي قال لي انت ما تحدد زمن، قال لي امشي. لو ربنا تهلك بتجي راجع، لو ما ربنا يبقى، طالما انت قررت ان تمشي اصلا ما تفتح خشمك وتقول والله انا اقعد 3 سنين ولا اقعد 5 سنين وكذا. نعم. انت فمشيت جيزان واشتغلت فيها، وكانت فترة جميلة جدا جدا. اشتغلت مع مرحوم ربنا يرحمه بروفيسور عوض الله صالح، يعني من الناس اللي تعلمنا منهم كثير جدا، وبقية الناس اللي كانوا موجودين في جيزان. برضو بالصدفة بديت أفكر إنه أطلع من جيزان يعني. فكان في بروفيسور حسام حمدي هو العميد في الشارقة، فقمت أنا أرسلت له إيميل قلت له يا أخي والله أنا علاقتي معه جميلة يعني ما عندي داعي. قلت يا أخي أنا والله خلاص في الونسة كده، قلت يا أخي أنا خلاص حخلي جيزان. قال لي يا أخي يعني أنت جادي حتخلي جيزان؟ قلت له، قال لي والله يا يعني حسن أنا في وظيفة دايرة أعرضها عليك، لكن صراحة كنت خجلان من دكتور حسين، دكتور حسين ده العميد حقنا في جيزان. قلت له والله يا برو أنا دكتور حسين يعني اوريدي كلمته قبل ما اعمل اي حاجه، قبل ما اعمل قلت انا مفكر اني مقطع. قال لي خلاص يا اخي والله في وظيفه هنا، نحن ارسل لي السي في بتاعتك اديك لك. اوكي ارسلت لي السي في، فمشيت بعد شويه الاجراءات خلصت مشيت الشارقه، ومنها برضو يعني بعد ذاك الواحد بقى في مشكله بتاعتي انك ترجع السودان، بحكم انه في التخصص بتاعنا يعني الى الان في السودان ما في ديبارتمنت اوف ميديكال اديوكيشن، بالرغم من انه السودان هو اقدم دوله اتعاملت مع الميديكال اديوكيشن في الوطن العربي، هو المورد الاساسي للمتخصصين في التعليم الطبي للخليج. والسعوديه مثلا اذا اخذتها كمثال، اول ديبارتمنت اوف ميديكال اديوكيشن اذا عملت رئيسها كان سوداني، والان ما في ديبارتمنت اوف ميديكال اديوكيشن في اي واحده من ال 38 جامعه، ممكن اقول لك ما فيها سوداني. لكن الى الان نحن في السودان ما في ديبارتمنت اوف ميديكال اديوكيشن، فحتى لو الواحد فينا رجع ونحن الايدنتيتي بتاعتنا بقت ميديكال اديوكيشن، يو ار جوينج تو لوز ذيس ايدنتيتي، يعني هتخسر الايدنتيتي بتاعتك دي. لانه يس في مراكز، يعني مثلا جامعه الجزيره فيها مركز في تعليم طب، لكن المركز طبعا ما زي الديبارتمنت نعم في التعليم العالي. في كميه من كليات الطب ثاني فيها مراكز تعليم طبي، لكن الى الان او حسب علمي، انا ما اقدر اعمم 100%، لكن حسب علمي الى الان ما في ولا كليه فيها ديبارتمنت اوف ميديكال اديوكيشن، ودي طبعا دروباك كبيره صراحه. يعني الان في اكثر من 4 أو 5 ماسترز اوف ميديكال اديوكيشن في السودان، فيها عدد ضخم جدا من الناس، لكن انفورشنيتلي الى الان ما في ديبارتمنت. فلو ما في ديبارتمنت معناه انت حتترقى كيف؟ صح. انت حتنشر ابحاثك بياتو مسمى. فدي كلها حاجات خلت الواحد شويه يبدا تفكيره في انه يرجع، لا والله صعبه يعني الان. ودي خلت الواحد انه بعد ذاك يعني مرات يفكر في انه لا امشي لقدام، مع وجود انه مثلا الظروف الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه في السودان برضه دي كلها كانت اسباب في انه تخلي الزول يفكر في انه، لحد ما جات الوظيفه هنا في الامريك، والحمد لله سبحانه وتعالى الواحد
نعم، مسيرة جميلة جدا يا دكتور يا أخ، والله يعني مستمتعين جدا، وأكيد الناس اللي معانا كلهم في الفيسبوك وفي الزوم مستمتعين، من الأبيض وكوبر وجامعة الجزيرة والخيام، وبعد ذاك التعليم الطبي، يعني وإن كان أنا بالنسبة لي يعني دي يعني ما معلومة جديدة ومعلومة جميلة، إنه يكون في التعليم الطبي وللأسف ما يكون عنده ديبارتمنت، ويتخيل لي يعني ده دوركم بعد يا دكتور، إنه الحاجة تتعامل في السودان، والله شنو؟ والله شوف، يعني ما بقول لك احنا واقفين، لانه الان الناس حتى الان خلينا نكون واضحين، الناس الى الان هم بقى ماخذين التعليم الطبي كتخصص ستيل بسيطين، برغم انه في ناس حتى بدات تاخذ بي اتش دي في الميديكال اديوكيشن، لكن يا اما انت في ناس ممكن تنظر لها من ناحيه نفسيه، انه الى الان بيقول لك انت دكتور تخصصت ميديكال اديوكيشن. اتذكر قبل فتره بسيطه في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ حتى في الـ في الصفحه بتاعت وزاره الباحثين السودانيين، واحده او واحد سال قال يا جماعه يعني انا لو عاوز اعمل كارير شيفت في الطب اقوم اعمل شنو؟ فرد عليه واحد قال له يعني ممكن تاخذ public health او medical education. فالرد اللي بعده واحد قال له معقول تقرا 6 سنين تيجي تعمل public health او medical education؟ فالناس الى الان في ناس بتشوف انه والله التعليم الطبي والpublic health هم ما ايدنتيتي بتاعت الدكتور. دي واحده. الحاجه الثانيه، في ناس طبعا برضه بعينوا لها من ناحيه اقتصاديه، انه والله انت ما حيكون عندك عياده، ما حيكون، رغم ما كل الدكاتره عندهم عيادات، لكن برضه ده تفكير. لكن برضه ارجع لك للكلام اللي قلته في الاول، انه الفكره بتاعت انه الشكل المسبق للكارير بتاعك، انت دكتور لازم يكون عندك عياده، لازم تكون شغال في المستشفى، لازم تكون عندك سماعه، لازم لازم لازم. نعم فدي برضو عندها تاثير. يعني انا متاكد انه في ناس كتار الان ممكن يكون بيفكروا في انه مش تخصص تعليم طبي، لكن تخصص تعليم طبي، تخصصوا public health، تخصصوا epidemiology، تخصصوا كل التخصصات اللي ما عندها علاقه بالكلينيكال، لكن ممكن يكون عشان التربيه وعشان الشيء اللي انغرس فينا من زمان صعب عليهم. انه في ناس عاوزين يحولوا، يعني الان انا في ناس كتار بيتكلموا معي يقول انا حسن بختك يعني بطلت الكلينيكال وارتحت وما عارف ايه، يقول طيب انتوا الان شغالين واي نوت؟ يقول لك لا ما بقدر. وما قرار سهل، يعني برغم انه زي قلت لك انا من الكليه ومن ما انا طالب انا بشتغل في التعليم الطبي، لكن عشان انا اخذ القرار في انه اوقف الكلينيكال وابقى على التعليم الطبي ممكن يكون اخذ معي 2 سنين، مع انه كان اي، يعني انا كنت بطلع من الـ من الـ من الـ من الميتنج بتاع التريننج في البيدياتريكس والناس تمشي المستشفيات، انا مرات كثيره بقوم بمشي المجلس الطبي عشان يكون عندي اجتماع مثلا، او بمشي وزاره التعليم العالي، كنت منتدب في حاجه اسمها الهيئه العليا للتمويل والاعتماد، امشي الهيئه عشان يكون عندي اجتماع او عندي شغل او عندي ورك شوب، اطلع امشي ما عارف كامب اوت في بخت الرضا اسبوع عشان دايرين نكمل لنا، يعني برغم الشغل الكثير ده كله اللي انا كنت عامله، لكن برضه كان ما سهل القرار بانه انا اوقف الكلينيكال 100%. يعني نعم. طيب أسي يا جماعة، بعد أي زول عنده سؤال أو عنده مداخلة معانا هنا في الزوم أو في الفيسبوك يرفع لنا يده ونديه الفرصة يعني، وناس الفيسبوك ممكن يكتبوا السؤال يعني. طيب يا دكتور، أنا هنا في السي في بتاعتك اللي هي أنت جيت عملت زمالة أكاديمية التعليم الطبي بالمملكة المتحدة، وعملت برضو عضو جمعية التكلفة والقيمة في تعليم المهن الصحية أستراليا، الفرق شنو بيناتهم الاثنين؟ الجمعية بتاعت التكلفة والقيمة في التعليم المهن الصحية هي جمعية مكونة في موناش يونيفرسيتي في أستراليا، وهم الجمعية بيختاروا لها
all around the world. فنحن زي 14 او الان بقينا 16 شخص من different part of the world. الهدف الاساسي منها انه نعمل ابحاث في كيف التعليم الطبي او التعليم المهني الصحي عموما يكون cost effective. يعني انك انت والله تقدم تعليم طبي بهاي كواليتي بجوده عاليه، لكن بتكلفه تتناسب مع الريسورسز او المصادر الموجوده في الجامعه او في البلد. نعم. فده جزء مهمل شويه في التعليم الطبي، لانه التعليم الطبي نفسه مر بمراحل كثيره. المرحله الاولى منه كانت الناس كانت بتتكلم عن البراكتس، البيست براكتس، والله كيف احنا ندرس بطريقه كويسه. شويه بدات تدخل في المفاهيم بتاعت الكونسبشوال فريم ورك او المفاهيم الاطاريه للتعليم وعلاقتها بالسايكولوجي و الى اخره. وديفينتلي الان بقى في جزء اللي هو علاقه الحاله الاقتصاديه مع التعليم الطبي. ودي ما عندها علاقه بانه والله هالدوله فقيره ولا الدوله غنيه، لا، عندها علاقه بانه نحن يكون عندنا الاستغلال الامثل للموارد الماليه. زمان كان الشغل ده بيشتغلون اصل الاقتصاد. ما نحن ما عاوزين نتقول على شغلهم، لكن عاوزين نقعد مع بعض في انه والله هم عارفين شغلهم في الاقتصاد ونحن عارفين التعليم الطبي يعني شنو. نحن الاثنين مع بعض، عشان كده الجمعيه ذاتها معانا فيها ناس من الاقتصاد ومعانا ناس بتاع تعليم طبي ومعانا ناس عملوا بيسموها educational economics. ده بروفيسور من امريكا، هو لاميهم الاثنين مع بعض، شغله فيها. فالفكره من الجمعيه انه نحن نعمل ابحاث وننشر ابحاث وطرق مبسطه للناس. يعني العميد بتاع الكليه بتاعت كلية الطب في wherever في أي محلة ما بالضرورة يقرأ اقتصاد عشان يقدر يخطط لأنه يفتتح مركز بتاع سيميليشن ولا لا. فنشرنا عدد كبير من الأبحاث فيها، ونشرنا بعض اللي بيسموها الأمي جايدز، اللي هي زي دوكيومنتس، ما أعرف، جايد دليل كيف استخدموا المفاهيم حقت الاقتصاد بطريقه مبسطه بطريقه علميه في وربطناها بالتعليم الطبي. نعم. ده الشغل في الاكاديميه، الاكاديمي اوف ميديكال ادوكيتورز، هي اكاديميه في المملكه المتحده بتدي درجتين من الـ من الـ من الـ يا زماله يا عضويه، على حسب الكونتريبيوشن بتاعك للتعليم الطبي. بيطلبوا منك تعمل زي بروفايل لنفسك. البروفايل ده بيقيم بواسطة 5 أو 6 مقيمين، بعد ذاك بيحددوا. أنا بالنسبة لي الحاجة اللي كانت يعني عندي فيها كونتريبيوشن هو الشغل بتاع المسؤولية المجتمعية، اللي هو ده تقريبا نفسي يعتبر تخصص بتاعي في التعليم الطبي. فشغلي في المسؤوليه المجتمعيه وشغلي في المناهج وتطوير المناهج في عدد من البلدان وكده، وهو ده اللي خلى انه الاكاديميه تديني الزماله قبل سنتين تقريبا. وما ما ما يعني في الوطن العربي اللي عندهم الزمالات بسيطين، في عدد من الناس عندهم عضويه لكن عندهم الزمالات بسيطين. وافتكر يعني هي حاجه ما يعادل الرويال كولجز بالنسبه للكلينيكال ديسيبلينز. تسمع يقول لك الرويال كولج اوف سيرجن والرويال كولج اوف فيزيشنز، فهي دي ما يعادل الرويال كولجز بالنسبه للتعليم الطبي. والان بحمد الله انا انتخبت عضو في المجلس بتاع نفسه يعني السنة نعم، فشايف برضو رئيس مجموعة المسؤولية المجتمعية لكلية الطب في إقليم شرق المتوسط. ايوه، في جمعية التعليم الطبي في شرق البحر، الشرق وحوض البحر المتوسط،
عندها المسؤولية المجتمعية كمكتب، فأنا الرئيس بتاعه. وده أنا الدكتوراه بتاعتي اللي عملتها في المسؤولية المجتمعية، نعم وكانت يعني تقريبا أول دكتوراه تدعمل في العالم يعني في الموضوع ده. الموضوع بدأ في 2000، في 1995 بدأ تطلع الـ WHO، وبدأ يتبلور كده ويتطور في سنة 2000. 2004 2005 أنا بدأت أشتغل فيه لحد ما سجلت البي اتش دي في 2008. ففي حاجة كانت زي مايل ستون فيها كده اسمها الجلوبال كونسنسس فور سوشيال اكاونتابيليتي، اللي هي التوافق العالمي للمسؤولية المجتمعية. فأنا شاركت فيه الوقت ذاك، وبقيت عضو في اللجنة المرجعية للتعليم للمسؤولية المجتمعية، ومنها أخذت الرئاسة بتاعت المكتب في شرق وحوض البحر الأبيض المتوسط. نعم. طيب يا دكتور، هو أصلا الطبيب أو أي زول بيشتغل في المجال الطبي والمجال الصحي بيكون بيحمل على عاتقه المسؤولية المجتمعية. فالجمعية دي يعني أنا يعني ما يعني معليش يعني، لكن أنا شايفة إنه ما هو في النهاية الطبيب ده مسؤول مجتمعي، يعني الدور شنو يعني؟ أول حاجة ممكن تضيفها زيادة أكثر. هي الفكره انه نحن ما بنتكلم على المستوى الفردي، نحن بنتكلم على المستوى بتاع الكليات نفسها. نعم لانه المسؤوليه المجتمعيه للفرد هي بنسميها بالبروفيشناليزم او المهنيه. يعني انت كطبيب مهني فعلا ملتزم اجتماعيا تجاه، لكن الكليات عشان تبقى ملتزمه اجتماعيا في ثلاثة ليفلز. هو التعريب او التعريب الصحيح للترمينولوجي الانجليزي اسمها، هي في الانجليزي سوشيال اكاونتابيليتي او سوشيال ريسبونسابيلتي، اللي حاجه اعلى من الاكاونتابيليتي. نعم فنحن وي ار ايمنج انه كليات الطب تتحول من الليفل البسيط للمسؤوليه المجتمعيه لما ممكن تسميه بالمحاسبه والمحاسبيه المجتمعيه. وده عنده اطار طلعته الـ WHO في 95 بديفينيشن انه والله هو التزام كليات الطب بانها تعمل المناهج والبحوث حقتها والريسيرش حقتها بطريقه معينه بحيث انها تتوافق مع احتياجات المجتمع الصحيه المحدده للمجتمع، مش المحدد لنا نحن. ودي طبعا بتتماشى مع الموفمنت الماشي من مع البنك الدولي بتاعت ال population empowerment، اللي هي يعني تقويه المجتمعات ويكون عندها دور في حياتها. ففي النهايه كل التطبيب دي بتخدمني انا، يبقى كل التطبيب دي لازم تطلع الشخص اللي بيخدمني انا حسب احتياجاتي انا، مش حسب ما. لكن المشكله في الطب انه نحن بنخدم منه في الطب. انا تخرجت من جامعه الجزيره، الان شغال في ايرلندا، ما انا براجع، في عدد كبير جدا تخرج من السودان وشغال في ايرلندا. هل انا اقوم ادرسهم بحيث انه بس يشتغلوا في السودان؟ نو وي كانوت، لانه العالم من اكثر المهن اللي فيها كروس بوردرز هي الطب. صح، مش 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 انه الناس بتاعت الاطباء تكروس البوردرز، لكن ما في برضه ناس في والله جاليات او في سفارات قاعدين في السودان. صح، فهل الطب فالمساله في الطب شويه صعبه. انت عايز زول تطلع زول يخدم لك السودان، وفي نفس الوقت والله لو هاجر، مش هاجر بس يعني، حتى لو مشى يتخصص في امريكا، في استراليا، في بريطانيا، يقدر برضه يشتغل هناك. ولو جاء راجع السودان ثاني يقدر يشتغل برضه. فالخلطه دي شويه خلى الموضوع في الطب صعب شويه. عشان كده الموفمنت كبيره ومعقده شويه، وفيها شركاء كثيرين جدا جدا، لازم يكونوا كلهم مع بعض، لانه في النهايه كليه الطب واحده من التعقيدات اللي فيها هي تابعه للتعليم العالي.
لكن بتخدم وزارة الصحة. يعني في الكليات الثانية أنت عندك الخيار في أنك تمشي وين، ما معناه أطباء ما عندهم، لكن مثلا إذا أخذنا كلية الاقتصاد هي بتدرس الناس مفاهيم، وبعد ذلك الناس بتمشي بتشتغل في ديفرنت بليسز. ممكن الشخص يعمل شغله الخاص، ممكن يشتغل في شركة، ممكن يشتغل في بنك، ممكن إذا أخذت مثلا القانون ممكن تشتغل محامي، ممكن تشتغل إذا أخذت الصيدلة ممكن تفتح صيدليتك، ممكن تعمل وزارة الصحة، ممكن تشتغل فيه. لكن نحن في كلية الطب بنطلع ناس تابعين للتعليم العالي، لكن همنا الصحة بتاعت الزول بتاعت المجتمع، لكن ما عندنا دايركت علاقة مع صحة المجتمع. في وزارة الصحة في النص، في الان جي اوز، في حتات تانية شغالة الخدمات الاجتماعية او الرعاية الاجتماعية، وفي المجتمعات نفسها. نعم فنحن كيف في كلية الطب نقدر نلم الناس دي كلها مع بعض، واللي بنلقى منهم ده كله نقلبه بحيث انه منهجنا اللي بندرسه للطالب يقدر يطلع الطالب اللي هو فعلا نحن محتاجين له. بوت ان مايند التعقيد الاكبر انه نحن بندرس الطالب الليله وهو حيشتغل بعد 6 سنين او بعد 7 سنين. فكيف انا نعم ممكن ادرسه الليله عشان هو تفيت الاحتياج بعد 7 سنين؟ يبقى انا اي هاف تو انتسيبيت انه استبق الاحتياجات الصحيه الان الموجوده، لانه انا برضو بقدم خدمه، لان معظم اساتذه كليات الطب شغالين في المستشفيات، ومعظم كليات الطب عندها مراكز صحيه وبيعملوا في ابحاث، وفي نفس الوقت دارين يطلعوا زول لبعد 7 سنين. فالموضوع في كليات الطب شويه معقد، او مش كليات الطب والعلوم الصحيه كلها شويه معقد. عشان كده بقى والله تخصص التعليم الطبي الان بقى تخصص معترف به وفي معظم العالم، وبقى نيديد وفي اعتماد كليات الطب واحده من الستاندرز الان موجوده، انه هل كليه الطب عندها اكسس لناس متخصصين في التعليم الطبي ولا لا. مور ذان ذات، في بعض الكليات الان قالت والله ما في زول يشتغل استاذ في كليه الطب ما لم يكون عنده تريننج في التعليم الطبي. في بعض الناس زي في امريكا مثلا خدوا ستاندرد انه ما في شخص يبقى عميد او رئيس قسم ما لم يكون عنده تخصص في التعليم الطبي. فشويه شويه الحال ماشي، وده السبب اللي بيخلي التعليم الطبي بقى كانتيتي. اتمنى انه في السودان الناس تلجا لانه تعمل الديبارتمنت اوف ميديكال اديوكيشن عشان تاخذ البوزيشن بتاعها اللي هي بتستحقه. يعني نعم، في الحتة دي يا دكتور، في تواصل بينكم وبين الجهات المسؤولة في السودان انه يتعامل التخصص ده يكون ياخد حقه يعني، ولا والله يعني التواصل موجود، يعني الحمد لله سبحانه وتعالى الواحد برغم انه هو موجود برا السودان لكن تواصله ما انقطع مع السودان خالص. يعني الى الان اذا اخذت مثلا جامعه الجزيره انا علاقتي معها قويه جدا جدا، وكليه الطب، المجلس الطبي، مجلس التخصصات، ودائما في نقاش. لكن بس لانه يعني خلال الفتره الاخيره الوضع السياسي في السودان خلى الناس في حاجات تأجيلة وفي حاجات تسكت عنها وكده، لكن هو inevitably لازم يعمل، يعني لازم تتعامل في يوم من الايام. بس انا بيزعلني انها ان لما تتعامل في السودان هتتعامل بعد دول كثيره جدا عملتها، نحن كان عندنا الدور في انه نعملها. يعني مثلا الان اذا اخذنا مصر مثلا، في مصر الفكره بتاعت التعليم الطبي بدات جامعه قناه السويس، من الجامعات اللي بدات بدري جدا فيها فتره التعليم الطبي، لكن ما كانت انتشرت لباقي الجامعات. الفكره بدات في مصر ممكن اقول لك ما اكثر من سنه ونص او سنتين، لكن الان كل كليات الطب او معظم كليات الطب في مصر بقى عندها ديبارتمنت. في حين ان السودان الفكره في التعليم الطبي بدأت في الستينات تقريبا، او في يعني المركز التعليم الطبي في كليه الطب الخرطوم بدأ بدري جدا في الستينات على ما اعتقد، لانه بروفيسور بشير كان شغال فيه، وبعد ذلك جامعه الجزيره في 78 في 75.
فبالتالي هو كان المركز موجود قبل 75. الان الى الان زي ما قلت لك ما في دفاع. فاتمنى انه نحن شغالين وفي ناس ديفينتلي في السودان برضه شغالين، اتمنى انه نقدر نوصل لانه يكون في ستيتس، لانه لما انت تعمل ديبارتمنت معناها هيبقى عندك مساعدين تدريس، معناها هيبقى عندك ابحاث، معناها هيبقى عندك ناس بيترقوا في بالابحاث وفي الديبارتمنت. وده مخلي الان الابحاث اللي بتجي من في التعليم الطبي من السودان شويه عددها ما لا يتناسب مع حجم الكليات الطب الموجوده، لا يتناسب مع الاوبورتونيتيز حقت الريسيرش الموجوده في السودان تعليم الطب، ولا يتناسب مع انه الكاليبرز بتاع الناس الموجودين، لانه برضو الناس الى الان في جزء كبير منهم هو التخصص الاولي حقه جراحه لكن شغال ميديكال اديوكيشن، فبالتالي الهم الاكبر والتفكير الاكبر بدي له تخصص الجراحه حتى بعدها يجي للتعليم الطبي. نعم، أتمنى إنه نقدر نصل للمرحلة دي. نعم إن شاء الله. طيب يا دكتور، قبل محطتنا الأخيرة طبعا، كلية الطب جامعة ليمريك. أنا ليمريك صراحة جيت في زمن، جيت لي زي سنة وشوية، سنة وشهرين، جيت في زمن صعب جدا لأنه جيت أيام كوفيد، أيام اللوك داون يعني. حتى أنا بقول لهم إنه أنا بكون عرفت الأشياء الأونلاين أكثر من معرفت الليمريك والكلية أكثر. فالليمريك أنا زرتها في سنة 2018، جيت مؤتمر، وأتذكر كنت ساكن في مكان في سكن الجامعة وبمشي على مكان المؤتمر، فبيجي شاقي كلية الطب. يوم من الأيام أنا قاطع كده قلت والله هل ممكن يوم الواحد يشتغل هنا؟ طوالي طرط الفكرة من رأسي، بفهم إنه نحن عندنا الفهم بتاع إنه والله نحن وإذا ما كنا أوردي علمنا برا، أو يعني أنا عملت البي اتش دي بتاعتي في السودان برضو، إنه ما عندنا شهادات أجنبية ومين ومين ومين، ما 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 بكون عندنا عشم في الحتات دي. فمرة بفتش في الـ في الـ في الـ في الـ يعني الويب سايت بتاعتنا اللي في التعليم الطبي، قمت لقيت وظيفه في يو كي. دخلت والله ما اجرب، قمت قدمت فيها. بعد اسبوعين ثلاثه اسابيع اتصلت علي البروفيسور المسؤوله من الديبارتمنت هناك، انا بعرفها، فقامت قلت لي يا احمد حسن يا اخي انت قدمت لنا وكذا وكذا، ونحن عادة ما بنتصل بالزول إذا ما أخذناه للوظيفة، لكن قررنا نتصل بك لأنه السبب اللي ما أخذناك به سبب نحن ما شايفينه مغنع، لكن من القوانين هم عاوزين حاجة اسمها يعني في هيئة معينة في يو كي لازم تكون أنت عندك منها شهادة يعني بعيد على بطالة. صراحة ده داني وقامت قلت لي يا أخي يعني ما في طريقة وكده ودي القوانين، خير إن شاء الله وربنا يعني جيب الفعل خير زي ما يقولوا. نعم. ولكن الحاجه دي ادتني احساس انه والله طيب ما لوز انت اذا قدمت معناها ممكن ياخذوك يعني. فجات الوظيفه بتاعت ليمريك برضه يوم من الايام لقيتها في الويب سايت قدمتها. حتى بما انه انا ما يعني ما ما ما, ما درست في برا كده، طالبين انه يكون عندك ايلتس، شهاده بتاعت ايلتس. انا عندي شهاده بتاعت ايلتس مدتها منتهيه. فقلت يا اخي والله انا ما حامتحن ايلتس عشان الوظيفه يعني. قلت له انا عندي والله شهاده ايلتس لكن مدتها منتهيه. قال لي يا اخي كذا جيبها لنا. كانت نتيجتها كم يا دكتور؟ سبعه وشهور بتذكر عاد، وحاجه كويسه كانت الحمد لله. يعني ما كانت حاجة يعني بسيطة. فالمهم بعد فترة قام برسلوا لي قال لي يا أخي تجي للمعاينة. جيت المعاينة كنا تقريبا زي 10 المعاينة. أنا تقريبا كنت الوحيد النون يوروبيان يعني، الباقيين كلهم من أوروبا. فطبعا خلاص قلت والله انا بس خسرت قروش الجايه حقتي يعني. الانترفيو كان فيس تو فيس والله. ايوه الانترفيو كان يومين.
فاليوم الاول بتعمل برزنتيشن عن يور فيجن وكلام كده، اليوم الثاني بيكون مناقشه. فانا دخلت لقيت المناقشه فيه تقريبا زي 6 أو 7 بروفيسورز كده، يعني اي واحد مسكني في حته. يفترض البانيل تكون 20 مينتس تقريبا، انا البانيل اخذوا معي زي ساعه وشويه، ومركت منهم على المطار مباشره، ركبت الطياره مشيت الامارات. ف نزلت في مطار دبي، فتحت تلفوني، لقيت في ايميل من العميده، يا اخي والله نحن حاولنا نتصل بك بالتلفون لكن تلفونك مقفول وكده، ونحن اديناك الوظيفه. ضحكه بالنسبه لي كانت يعني شوك يعني. يعني حتى انا اتذكر وانا في اليوتيوب، يعني يا دوب من الطياره داخل على المطار، يعني شعور ما عادي طبعا. والله يا اخي شعور كان غريب جدا. يعني عرفت اني فرحت، لا عرفت اني خفت، لا عرفت ايوه قريت الايميل تاني يا جماعه، الناس دي جاده يعني. قريت الايميل تاني وثالث، فاتصلت زوجتي اتصلت علي، وصلت بالسلامه، والله انا جاني ايميل انه اخذت الوظيفه، مبروك. قلت كده خليه لما نصل البيت. أنا في الموضوع ده ما والله ده لسه. فبعد ذاك طبعا وصلت البيت كده، الايميل يا هو كلامه، الكلام واضح يعني، ما في لبس يعني. والحمد لله الواحد وصل، لكن افتكر هذا كله يعني توفيق من ربنا، نعم توفيق نعم من نعم دعوات الوالدين، توفيق نعم من دعوات، ان شاء الله ربنا يقدرنا ويعني نكون فعلا عند حسن الظن، وانه نعم فعلا نقدر نعكس صورة مشرفة عن بلدنا يعني. نعم ساعة وقريب 40 دقيقة يا دكتور، والله ما حسينا بيها. أنا لما عينت للنهاية اتخلعت يعني، فحاجة يعني رحلة جميلة جدا جدا والله، والواحد يعني اتعلم منها حاجات كثيرة، وما شاء الله يعني أنت ذاتك يعني بتدي المادة كده بصورة جذابة يعني حتى الساعة وأنا سامعك جذابة يعني، الله يبارك فيك. فهنيئا للناس يعني طلابك والناس اللي بيتعلموا منه وكده. طيب يا دكتور، قبل الختام انا عايزك تدي رسائل للناس الاسع مقبلين انه يدرسوا طب، واللي بيدرسوا طب واللي يتخرجوا من الطب. والله شوف، انا لو يعني بقول للناس وطنوا لنفسكم، يعني برضو برجع لك تاني انه مرات كثيره نحن قراراتنا في السودان بيحكم المجتمع اكثر مما بتحكم رغبتنا نحن، ودي انا يعني شفتها في نفسي انا. يعني مثلا لو رجع بي الزمن حقرا، لكن برضو لو رجع بي الزمن كنت حابب التعليم الطبي من بدري. أو كده. فالناس تفكر استراتيجيكلي، إنه أنا عاوز شنو؟ أنا بقدر أعمل شنو؟ وال ال 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 المجتمع يعني البلد عاوزة شنو؟ البلد دي أنا بقول البلد وبره وجوه وكله. الحاجة الثانية، الناس ما تخاف. يعني قررت حاجة أمشي عليها. وطبعا قبل ده كله انه تكون مستعين تماما بربنا سبحانه وتعالى وبدعوات والدينك ودعوات الناس اللي حوالينك. والطب واحدة من الحاجات الأساسية فيه المسؤولية. يعني أنا بقول لهم زمان، كنت بقول لهم لو جبت ميكانيكي بتجيف معه، بتشوفوا فكرته وصاموله، ممكن تتكلم معاه يقول لك الاربطه الصاموله دي كويس. لو جبت زول يشتغل، لكن من النادر جدا انه زول يسال الدكتور يقول لي ليه عملت كده. ممكن يقول لك نشوف دكتور ثاني، لكن ما بغلطوا كده. فدي مسؤوليه كبيره جدا، يعني الناس لازم تعرفها. من برضه حاجه انا دايما بقولها، انه يعني القول المعروف في انه مهنه الطب كل المهن عظيمه، وعظمها مهنه الطب لانها تختص بالنفس البشريه وهي اعظم ما خلق الله. وافتكر قال ابن القيم الكلام ده. ف
لكن الطب ما معناها الكلينيكال بس. يعني الآن في كوفيد مثلا، واحدة من الحاجات العالم كله يعرف انه هو مفتقدة، انه نحن عندنا ديفيشنسي في الطب، عندنا ديفيشنسي في الوبائيات، عندنا ديفيشنسي في الهيلث ايكونومكس، عندنا ديفيشنسي في الهيلث مانجمنت، إدارة البابليك صحية، هيلث. نعم البابليك هيلث، ده كله. فأنا بفتكر برضو مع المنافسة الكبيرة الموجودة، أنت شوف لك حتة الناس ما هبشوها وامشي عليها. يعني شوف لك حتة الناس لسه ما مشت فيها وامشي فيها، حتى لو تخصصت كلينيكال، أي تخصص كلينيكال برضو شوف لك حتة عشان تتميز فيها، عشان تقدر تحس بالساتسفاكشن، عشان تقدر تخدم. نعم يعني انا لما بدأت اشتغل في السوشيال اكونتابيلتي كان اي زول بيزني فيها بقول لي شنو، لكن الان بحمد الله في ناس كتار جدا بيقوا شغالين فيها، وفي ناس عارفيننا والناس بتتكلم عنا والاخر. لكن وده قد يكون بحمد الله سبحانه وتعالى بتقدير ربنا سبحانه وتعالى خلى زول يبقى عنده وضع، وهو عمرا نوعا ما، خلينا نقول بين قوسين، صغير. لا لسه شباب. فالناس ما تمشي بالمعروف، يعني دائما شوف، حاول تكسبلور شنو الجديد، شنو ممكن تمشي عليه، شنو تقدر تعمله، اكثر من والله بس تكون ماشي بالقطر الماشي فيه والناس، وانت تركب فيه مع الناس نعم كلهم. نعم يديك العافية يا دكتور. وقبل الختام كلمة أخيرة. والله كلمة أخيرة، شكرا جزيلا لكم ياسين، يعني إنكم على الاستضافة، وأتمنى زي ما قلت لك إنه فعلا نكون قدمنا حاجة للناس تستفيد منها، وربنا يعني يعيننا جميعا لما فيه الخير بتاع أهلنا وبلدنا والناس جميعا يعني. نعم وشكرا جزيلا لك ياسين، ألف شكرا لك. يديك العافية دكتور. نشكرك، نحن بنشكرك، نحن اللي بنشكرك، وتعلمنا منك كثير جدا والله. يعني ما تتخيل انه الساعة او قريبة الساعتين دي تعلمنا منك دروس جميلة جدا، والصبر وتحدي وصمود، ويعني حاجات كثيرة، رسائل صراحة ورسائل مبطنة، ويعني حاجة جميلة والله. يعني كتر خيرك كثير، واشكرك للمرة الثانية انك انت يعني اديتنا من زمنك الغالي، وعارفين انه الدنيا لسه يعني عندكم بكرة لسه برضه يوم بتاع شغل والتزامات أسرية والتزامات ثانية. فشكرا كثيرا يا جماعة. كان ضيفنا الليلة دكتور محمد الحسن عبد الله محمد الحسن، وهو محاضر في التعليم الطبي في كلية الطب جامعة ليمريك. وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا يا زين، ألف شكر لك، ألف شكر لك، الله يديك العافية يا دكتور يا أخي، الله تسلم. يخليك، الله يسلمك، الله يسلمك. شكرا.